السلام عليكم متابعي القناة، نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصوب معكم طبق من أروع ما يكون، واللي هو عبارة عن بروشيت ديال السمك الأبيض. غادي نرافقوه بروز مع الخضر، كيجي لذيذ لذيذ بزاف، والطبق ديالنا كله متكامل، فيه بروتينات ألياف ونشويات وبالكميات اللي كيحتاجها الجسم. بالنسبة للناس اللي باغيين يديروا حمية صحية باش في نفس الوقت يخسروا الوزن وكذلك يوفروا الاحتياجات ديال الجسم ديالهم الكافية من جميع العناصر. بلا ما نطول عليكم، غادي نخليكم مع التفاصيل في بقية الفيديو. بسم الله على بركة الله. عندي هنا حوت هبيرة، اي نوع كتفضلوا، المهم انه يكون هكا هبرة، من الاحسن يكون شوية مدم ويكون سمك ابيض بطبيعة الحال. غندير فوق منه واحد العصيرة ديال الحامض، ضروري الحامض كيتواتى مزيان مع الحوت. غادي نديرو ملح حسب الذوق، شويه ديال البزار، وكاضافه اختياريه انا غادي ندير شويه من العطريه ديال الحوت اللي يمكن لكم طبعا تستغناو عليها. صافي، اذا غادي نخلط مزيان هذا الحوت. شوفوا معايا قداش قطعته، شي جيني بغوشيت بهذا الحجم هذا. اذا غادي نخلطو مزيان ونخليه يتشرب ليها التتبيله شي شويه، وعاد ندوزو نعمروه في القطيبات ونطيبوه. واحد القطيرات من زيت الزيتون، حتى هي نسيتها. شويه ديال الثومه غبره، حتى هي نسيتها، سمحوا لي هاد النهار كنسى بزاف. يمكن لكم ديروا ثومه محكوكه اولا بحال هكا بودر، وغادي نعاودو نخلط. نمشيو نوجدو الخضيره اللي غنديروها مع الرز. عندي هنا واحد بصيله من الحجم الصغير، شلتها بحال هكا، خيزو نقرضها بحال هكا صغيور، وفلفله الوان حسب الرغبه ديالكم. غادي ندير شويه من زيت الزيتون، نخليو هاد البصيله هذه مع باقي الخضر يتشحروا وينزلوا شي شويه. اذا هنا صافي، هي نزلت ديك البصيله مع الخضيره بدات كتبان. غادي نزيد شامبينيون رخي، قطعتهم بحال هكا يعني شويه غلاندي، شويه ديال قزبر ومعدنوس مزعفي. سمحوا لي شويه ديال القرعه كورجات، حتى هي نسيتها. هذه يمكن لكم تضيفوها من الاول، ماشي مشكله، انا غنزيدها دابا، خليها حتى هي تنزل شي شويه. المهم الخضر يعني داكشي على حسب اللي متوفر عندكم وعلى حسب نتوما والذوق ديالكم، يمكن لكم تضيفوا اي حاجه بغيتوا. غادي نزيد قياسي ديال الملحه، غندير الملح شويه بزايد لانني غنطيب الرز، غنطيبو حتى هو هنا. شويه ديال البزار، شويه ديال الثومه، وغادي ندير حتى عطريه السمك. غادي نخلط كلشي هنا مزيان، وغادي نزيد الرز. انا مستعمله بسماتي اللي كنت ضبطو شويه في الماء وصفيته، حتى هو غنخليه يتشحر شويه هنا. صافي، هنا بعد ما تشحر مزيان الرز مع باقي المكونات، غادي نغطي بالماء اللي يكون مغلي. بالنسبه لقياس الماء فنحاولوا ما نكثروش باش ما كيتعجنش داك الرز، يعني تقريبا غنديروا اقل من ضعف الكميه ديال الرز. صافي، غادي نخليو هذا الرز يطيب ونرجعوا نواصلوا ان شاء الله. صافي، هنا تقريبا هذاك الرز طاب، شوفوا معايا كيف كيجي، الريحه ديالو غزاله بزاف، غني بالالوان والخضر اكيد جديد. اذا غادي نخليه يتشرب مزيان ونشوقد الماء. صافي، من بعد ما هذا الحوت تشرب لنا مزيان الشرموله، ناخذوا هاد القطيبات ديال الخشب اولا قطيبات عاديين، كنبداو نعمروهم. يمكن لكم طيبوهم على الفاخر، اكيد غيجيو لذاد، ولا في شويه ديال الضو، اولا بالطريقه اللي بغيتو. صافي، اذا بنفس الطريقه نعمر القطيبات كاملين ونرجعوا نواصلوا ان شاء الله.
اذا انا غادي نطيب هاد الحوت اولا غادي نشويه في هاد البريسه اولا الاله ديال البانيني. درت هنا شويه زيت الزيتون، ندير غير واحد الدهينه خفيفه بحال ما كنوزعها بحال هكا من الفوق ومن التحت من الجانب الناعم، وغادي ننزل هاد لي بروشيت ديالي. راه ما كيبغيش الحوت طياب بزاف، يعني ما خليوهش يدوب، فقط ندخلو الطياب وكنحيدو. صافي غادي نسد عليه ونخليه يطيب. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. هنا من بعد ما طابوا دوك لي بروشيت كيجيو بهذا الشكل، جد جد رائعين، فتيين ولداد. التتبيله اللي درنا لهم رائعه جدا، كيف ما قلت يمكن لكم تشويهم على الفاخر غيكون احسن طبعا. كذلك الروز مع الخضره خطير جدا، لذيذ بزاف. وكيف ما سبق لي قلت لكم الوجبه كلها متكامله ولذيذه ومشبعه، وتعاونكم على انكم طيحوا الوزن بواحد الطريقه صحيه. نتمنى ان الوصفه والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بتشجيع، ديروا لايك تعليق، بارطاجيو لا فيديو. الى كنتوا اول مره كتشوفوا القناه مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا على المشاهده، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ومع شيبة واحدة أخرى.